دارنا قد حصرت ونارا أشعلت وعلينا اجتمعت أهل الدحول وسريعا كذبوا وعلينا انقلبوا بل وقوضا ضربوا ترسلوا أقسم لو لم تأتني وصية الصاب لجاءهم بأسي على عاصمة الغفار أقسم لو لم تأتني وصية الصبر لجاءهم بأسي على عاصمة الغفار فأتاهم أمرنا بحرا شديدا ووعيدا وجعلناهم إلى في حصيدا وانتقمنا لابنتي هذا انتقاما واحتكاما ورميناهم إلى النار وقودا كان هذا قربي لو أتاهم غضبي إنما قيدني حبل الوصية شدني تصبري من بلاء عسري وأنا الصمد الذي يحمل حملي كان هذا قربي لو أتاهم غضبي إنما قيدني حبل الوصية شدني تصبري من بلاء عسري وأنا الصمد الذي يحمل حمية لما أتوا بالنار لها هنا البضعة فقال أشقهم وإن أو تأخذي البيعة لما أتوا بالنار لها هنا البضعة فقال أشقهم وإن أو تأخذي البيعة كان هذا أربي لو أتاهم غضبي إنما قيدني حبل الوصية شدني تصبري من بلاء عسري وأنا الصمد الذي يحمل حمية لما أتوا بالنار لها هنا البضعة فقال أشقه وإن أو تأخذي البيعة لما أتوا بالنار لها هنا البضعة فقال أشقه وإن أو تأخذي البيعة أهل غدرين أهل كفرين لله صبرين دار طه دار
صفاها قد أبدوها حرقوها روعوا صغاري أهل بدر أهل كفر صبري ذقت في اصطباري كسروا الباب وقفوا الدار قسرا واستباحوها واتقت فاطم قد الباب سترا كسروا الباب وقفوا الدار قسرا واستباحوها واتقت فاطم قد الباب سترا حرقوها روعوا صغاري أهل غدر أهل كفر صبري فتقت في اصطباري كسروا الباب وقفوا الدار قسرا واستباحوها واتقت فاطم قد الباب سترا فاطمة.